بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسبق أن تكلمنا عن معنى التغيير، أو التغيير الذي نريد، أو التغيير الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ونحن نعيش الآن في أوقات هبت رياح التغيير فيه على كثير من بلاد المسلمين. فالتغيير الذي يحبه الله تبارك وتعالى يدخل في عموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقلنا أنه ظهرت كثير من الإيجابيات في مجتمعنا إثر ما حصل من تغيير، وهذه الإيجابيات نحب أن تستمر وأن تزيد، منها من معاني التكافل والتراحم بين المسلمين، ومنها ما هو ما يتعلق بمعاني تحمل المسؤولية والرجولة والنخوة. وقلنا أن هذا الأمر يتم بأن نتحمل مسؤولية هذا الدين، وأن نكون رجالا كما أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فهذا الدين يحتاج إلى رجال يحملونه ويتحملون مسؤوليته ومسؤولية نشره بين الناس وبيان معانيه العظيمة التي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه، والتي جاء بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسوتنا في ذلك وقدوتنا هؤلاء الرجال الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حملوا الدين وساروا به في الآفاق، مصروا الأمصار وفتحوا البلاد والعباد وأقاموا الإسلام. وكان الناس يدخلون في الإسلام عندما يرون أخلاقهم، وعندما يرون طريقتهم في التعامل، وعندما يرون زهدهم في هذه الدنيا، وعندما يرون الإسلام يسير أمامهم في صورة رجال آمنوا بالله تبارك وتعالى، وآمنوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وآمنوا باليوم الآخر. كما قال أحدهم: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. مظاهر إيجابية كثيرة ظهرت، وهناك سلبيات كانت موجودة في المجتمع. لابد أن يكون لهذا التغيير الذي يحدث في مجتمعاتنا الآن دور في التخلص منها. الحقيقة عندما تنظر أنها ما ثارت هذه الثورات، وما قامت هذه الثورات، وما انطلق الشباب وغيرهم من طبقات المجتمع إلا رغبة في رفع الظلم وفي رفع المظالم عن البلاد والعباد. فلا بد أن نتم هذا السير إلى الله تبارك وتعالى، وأن نرفع كل أنواع الظلم التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها. لا ينبغي أن يكون بين المسلمين تظالم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا المعنى تحذيرا شديدا، ويقول: من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله اليوم، يؤدي الحق إليه في هذا اليوم. إذا كانت مظلمة في درهم ودينار، أو مظلمة في مال، أو مظلمة في عرض، يؤدي الحقوق إلى أصحابها اليوم، اليوم لا غدا، اليوم من قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى فيحاسبه الله جل وعلا على هذه المظالم، وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل، يقتص جل وعلا حتى للشاة الجماء من الشاة القرناء. يختص الله تبارك وتعالى للمظلومين يوم أن يلقوا الله تبارك وتعالى. ولذلك أن تتخلص أنت من هذه المظالم في الدنيا
فهذه رحمة من الله عز وجل بك، أن تتوب إلى الله عز وجل وأن ترجع الحقوق إلى أصحابها، فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى بك، أراد الله جل وعلا أن يرحمك فوفقك إلى أن تتوب هذه التوبة إليه جل وعلا وأن تتخلص من هذه المظالم. وإلا فاسمع لقول الله عز وجل عندما يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا يوم عظيم هائل، يقف الناس بين يدي الله تبارك وتعالى، وربك يتهدد كل من أكل مال أخيه ولو بقدر يسير، ولو كان عودا من أراك أكله بالظلم وأكله بالحرام، يتهدده الله تبارك وتعالى بالويل. والويل من تفسيره أنه واد في جهنم تشتكي النار من حره. ويل للمطففين، المطفف ده بيأكل جزء من مال أخيه، فما بالكم بمن يأكل مال أخيه كله، فمن بالكم بمن يأكل مال أرحامه، فما بالكم ممن لا يرى لهذه الأمور وزنا ولا حرمة. ألا يظن هذا المسكين أنه سوف يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فمن تمام هذه المعاني العظيمة أن نتخلص من كل المظالم، ومن كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلله اليوم من قبل أن تكون أما من قبل أن يكون إلا الحسنات والسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المفلس من أمتي، عندما سألهم عن المفلس فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، يأتي بصلاة وبصيام وبزكاة، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وسفك ذم هذا، فيأكل هذا من حسناته فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته حط عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، عقوبة له على هذه المظالم التي لم يتحلل منها في الدنيا. وهذا المعنى ينبغي أن نسعى في تغييره وأن نزيله من مجتمعاتنا المسلمة التي تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإقامة العدل، التي تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإزالة الظلم، التي تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك الحرام. الذي ينبغي من هذه المعاني أيضا، التي ينبغي أن نكون حريصين على أن نتخلص منها، تلك المظالم التي تتعلق بالأموال، أو تلك المظالم تتعلق بالأعراض. من ضمن الآفات التي كانت في المجتمع قبل الثورة، قبل التغيير، ويعني أقصد بذلك قبل الثورة قبل التغيير، وأريد في الحقيقة أن أقول وأتمنى وأسأل الله جل وعلا أن يكون ما بعد خير بإذن الله تبارك وتعالى، وسبب بإذن الله لكثرة الخير والصلاح وقلة الشر والفساد. أنت من ضمن المعاني تلحظها جيدا في مجتمعاتنا أنه كان من السهل جدا على المرء أن يأكل حراما، أن يأكل المال الحرام، يستهين بذلك، حتى أن كثيرا من الناس كان يستهين بأمر الرشوة، أن يأكل الرشوة المحرمة مثلا. هذه صورة من الصور، وكأن الأمر يسير، مع أنه عند الله تبارك وتعالى عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يسير بينهما. أنت تحتاج إلى أن تركز على هذا المعنى حتى تتخلص من كثير من المظالم بسبب هذه الرشوة. نقول أنه لا يمكن إلا أن يكون هناك مراقبة في القلب لله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نتخلص مثلا من هذه المظلمة، إذا أردنا أن نتخلص من هذا المعنى، وإن كان إفراده على وجه التفصيل يحتاج إلى وقت أطول، لكن أنا أتكلم كمثال، لابد إذا أردنا أن نتخلص من هذه المظلمة حتى لا يأكل المسلم مال أخيه، أولا أن يتعلم المسلمون، أن نتعلم جميعا أن الله يراك، أن الله يراقبك، أن الله مطلع عليك، الله سبحانه وتعالى سيحاسبك.
الله جل وعلا سيوقفك بين يديه، كلنا يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيسأله الله عز وجل عما قدم. كلكم يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرح. هذا المعنى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هي القضية مش قضية أجهزة رقابية، وإن كان هذا ضروري ونحتاج إليه، لكن القضية قضية مراقبة الله تبارك وتعالى في نفس كل واحد منا. أتظن أنك إذا أكلت هذا المال أن الله لن يراك، أن الله لن يعاقبك على ذلك ولن يحاسبك؟ لو كان هذا ظنك فهذا سوء ظن بالله عز وجل، وقلة إيمان بالله تبارك وتعالى، وعدم معرفة بحقيقة الأمور. أتظن أن الله لن يحاسبك على ذلك؟ سوف يحاسبك على ذلك حسابا عظيما. فلذلك ينبغي أول شيء أن نعظم أمر الله في قلوبنا، وأن نراقب الله تبارك وتعالى تمام المراقبة، وأن نرضى بما قسمه الله تبارك وتعالى لنا، فإن هذا من المعاني العظيمة، المعاني الشريفة، أن يرضى العبد بما قسمه الله عز وجل، أن يكون في نفسه رضا بما قدره الله تبارك وتعالى له من الرزق، سواء كان هذا الرزق قليلا أو كان كثيرا. ولا يكثر من التطلع إلى أهل الدنيا وإلى أموالهم وإلى أعراضهم، لأن هذا يحدث في قلبه كفرا بنعمة الله تبارك وتعالى. كثرة النظر إلى من فوقك، خد بالك، كثرة النظر إلى من فوقك في أمر الدنيا يجعلك تحقر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، وتسعى دائما إلى الزيادة، حتى ولو كانت هذه الزيادة زيادة محرمة. البعض يقول لك يا عم الشيخ أنا أكل الرشوة لأني لا أجد ما يقيتني. نقف وقفة هنا. أنت أولا إذا أخذت أجرا تحاسب الله تبارك وتعالى، إذا أخذت أجرا فلا بد أن تؤدي العمل الذي أخذت عليه أجره. قل الأجر أم كثر؟ دي قضية ما دام اتفقت مع من تعمل عنده فلا بد أن ترضى بما قدره أو بما كان من أجرة لك. لكن هذا ليس مبررا لك أن تأكل من الحرام. أتدري يا عبد الله، أتدري يا أمة الله، أن الدرهم الحرام قد يكون سببا في حبسك في النار، أن هذا الدرهم يكون سبب في عذابك في النار، ودرهم واحد يكون سببا في ما نبت جسد من سحت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نبت جسد من سحت فالنار أوريح، وعذب في النار حتى انقضى الله بذلك وقدر، يعذب في النار حتى يعني يخرج من هذا الدرهم وحتى ينقى من هذا الحرام. أترضى لنفسك بذلك؟ هذا معنى. نقول في نفس الوقت نحتاج إلى أن بعد ما تغيرت الأمور وأصبح ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يولي الله سبحانه وتعالى من يصلح الله تبارك وتعالى به، أن يعين الناس على ترك الحرام، وذلك بأن يعطي مرتبات للموظفين مجزية يستطيعون من خلالها أن يقوموا بشؤون حياتهم، وألا يلجأوا مع ضعف نفوسهم وقلة إيمانهم إلى أن يأكلوا الحرام، وإلى أن يمدوا أيديهم إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى متعلل بقلة الرزق. أنت عندما تكفيه مؤونته وتعطيه ما يكفيه من مرتب، أنت عندئذ تصون المجتمع من الوقوع في المحرمات، تصون المجتمع من الانحراف، تصون المجتمع من أن يصل الحال إلى ما وصل عليه. احنا الآن أمام فاجعة عظيمة جدا، كل يوم تتكشف أمامنا كثير من قضايا السرقات والانتهابات والاختلاسات، لأنها كانت ثقافة قائمة في المجتمع، يرى الصغير فيها الكبير يأكل هذا المال، فتساهل في أكل المال الحرام، وتساهل في أكل الرشا، وتساهل في أكل المحرمات. فنحن نريد أن نقضي على هذه الثقافة أولا بمعاني الإيمان بالله تبارك وتعالى، والمراقبة لله عز وجل، والخوف من الله عز وجل ومن عقوبة ذلك، ومن أمر الثاني أن نعطي المرتبات المجزية للموظفين، أن نعطيهم حوافز إذا أدوا ما عليهم من الأعمال، حتى يكون هناك ارتباط بهذه الأعمال بالإجادة، وأن ننتبه للروتين والبيروقراطية. نريد أن نتغير، أليس هذا من معنى؟ هذا مما يحبه الله ويرضاه،
أن يحب الله من عباده أن يغيروا هذه الأمور حتى تسير الأمور على ما يرضي الله تبارك وتعالى. من تولى أمرا من أمور المسلمين فيسر عليهم يسر الله عليه، ومن تولى أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم شق الله تبارك وتعالى عليه. فينبغي أن تكون هذا منطلقاتنا في التغيير. فهذه صورة من صور الظلم التي ينبغي أن نحرص على زوالها وعلى أن تتغير في المجتمع. من جملة المعاني أيضا التي ينبغي أن نحرص على أن تزول منها من مجتمعاتنا من الظلم الذي حرم الله تبارك وتعالى من الغش والخداع، وأن نأكل بالغش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. كل هذا من صورة من المظالم التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. ومن تمام العدل أن نزيل ذلك كله بفضل الله تبارك وتعالى وبمنه. بل نقول أننا نحتاج إلى أن نثبت في المجتمع معاني في غاية الأهمية تزيل من القلوب بفضل الله عز وجل المظالم، تزيل من المجتمع المظالم، وتنشر بينهم روح أخرى مهمة جدا، وهي أن يكون الناس متحابين متراحمين متآلفين متآزرين، يؤثر بعضهم بعضا. والله إخوتاه هذه القضية في غاية الأهمية، أن تكون عندك أرضية تستطيع من خلالها أن تبني بناء قويا متماسكا، أن تنشر في المجتمع الحب والمودة، أن يتحب الناس ويتوادوا في دين الله تبارك وتعالى. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عضو الواحد، جسد الواحد، هذا معنى عظيم. ثم تبني عليه أن يعيش المجتمع ثقافة الإيثار وليس الأثرة. الأثرة في الحقيقة سبب رئيسي من أسباب التظالم، لأن كل واحد بيبحث عن نفسه ويبحث عن مصلحته الشخصية دون أن ينظر إلى مصالح الآخرين، ينظر إلى مصلحته فقط، حتى ولو كانت على حساب غيره، حتى ولو ظلم من أجل أن يحصلها، لأن هذه هي ثقافة الأثرة الأنانية وحب النفس. بينما انظر إلى مدح الله تبارك وتعالى للأنصار، انظر إلى مدح الله تبارك وتعالى للمهاجرين. ربك يمدح الأنصار يقول: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تأمل، والله الآيات القرآنية لو تأملنا في معانيها فإننا بفضل الله نصير على الصراط المستقيم، بفضل الله نحقق التغيير الذي نريد بفضل الله عز وجل ومنه. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، تأمل معي في هذا المعنى: يحبون من هاجر إليهم. بالحسابات المادية المهاجرين أتوا إلى المدينة، ما عندهم مال، ما عندهم متاع، سوف يقاسمونهم الديار والمتاع. حسابات المادية يبقى دول عبء على المدينة. بالحسابات المادية يبقى دول عبء على اقتصاد المدينة، لكنها ليست كذلك تحسب. هؤلاء قدموا لله تبارك وتعالى، هاجروا لله عز وجل، والذين يستقبلونهم في المدينة يحبونهم. المودة موجودة والرحمة موجودة، هذه المودة والمحبة لأجل الله تبارك وتعالى، لأنه ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. تأمل، وربك جل وعلا يبين أن هذا الأمر في قلوب الأنصار، يحبون من هاجر، ده وصف في القلوب، والله هو المطلع على القلوب، لذلك مدحهم بما في قلوبهم، يحبون من هاجر إليهم. تأمل، ثم قال: يؤثرون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وده معنى خفي جميل رائع والله، أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون. وما الذي عند المهاجرين وهم قد تركوا ديارهم وأموالهم لله تبارك وتعالى؟ الفضل، المكانة، السبق، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومع ذلك ما كان في قلوب الأنصار أبدا شيئا بسبب سبق المهاجرين، أبدا.
لا يقولوش أبدا نحن أولى، نحن أفضل، نحن الذي ينبغي أن نكون، نحن الذين آوينا رسول الله، ولذلك ينبغي أن نكون أفضل منكم أو أولى بالخلافة أو أبدا. ليس هذا حال الأنصار، بل يجدون لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وده معنى عظيم جدا، إن الإنسان لما لا يجد في صدره لأخيه شيئا إذا رأى نعمة على أخيه. شوف المعاني الطيبة تسود المجتمع، تتغير الأمور بفضل الله تبارك وتعالى. لما يجد نعمة على لما يجد نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على أخيه في مال أو في جاه أو في منصب، أو أعطاه الله تبارك وتعالى من فضله سبحانه وتعالى فجعل القلوب تلتف حوله، أو جعل زرع الله له المحبة في قلوب الناس، لا يجد المؤمن في قلبه لأخيه المؤمن شيئا، بل يحب ذلك. من ضمن المعاني المهمة جدا التي ينصلح بها المجتمع، إن الإنسان يحب لأخيه حقيقة ما يحبه لنفسه. يحب لأخيه، لا يؤمن أحدكم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المعاني كثيرة، الإنسان تمر عليه حديث كثير جدا، لكن المهم ما الذي نطبقه من هذه المعاني؟ أتحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ إذا وجدت نعمة لأخيك بن الله تبارك تعالى به عليه تحب ذلك تفرح؟ لا سؤال يحتاج منه إلى إجابة. انظر، ويثنون على أنفسهم ولو كان بكم خطا. إذن حاجة خصوصا يعني حاجة محتاجين، ومع ذلك يعطون، محتاجين مع ذلك يؤثرون، محتاجين ومع ذلك ينفقون رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يبقى ثقافة الأثرة، ثقافة إثار وليست الأثرة، ثقافة التضحية وليس ثقافة أن ينظر كل واحد منا نفسه، أنا مصلحتي ثم بعد ذلك الطوفان. المعاني العظيم من دونة المعاني تفضل شيخنا، شيخ أحمد، تفضل شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك؟ ايوه اخ شيخ محمد معايا. ايوه نعم، اتفضل يا شيخ، اتفضل. عايش محمد، الله يحفظك شيخ احمد، اتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بدايه برحب بقناه الحافظ، ونرجو انها تكون في الفتره المقبله ثريه بالدعاء المخلصين والمنهج الصحيح، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يفتح لها القلوب والأسماع. أيضا أحيي أخي الحبيب الشيخ محمد القاضي، وهو من الدعاة السلفيين بالأسكندرية الموفقين يعني في دعوتهم. أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يزيده رفعة. وكان بودي يعني أن أحضر اليوم، ولكن لظروف يعني خارجة عن طاقتي، وإن شاء الله تعالى سوف يعني أبدأ من الأربعاء المقبل، وسوف ندرس يعني كتاب وخفة التربوية مع السيرة النبوية حتى نعيش يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام، من أجل الاستفادة وأخذ العبرة والعظة، لأن الأمة الآن تسير في منحنى خطر، ونحتاج يعني أن نتلمس يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى بالصحابة الكرام كيف كان سبيلهم في رفع راية الإسلام والوصول إلى رضا الملك العلام، حتى صاروا شموس ضياء وأقمار هداية، وحتى فتحت لهم البلاد وقلوب العباد. من عاش منهم صار أميرا على قطر من الأقطار أو مصر من الأمصار، ومن قتل منهم أفضى إلى موعود الله عز وجل له بالجنة. وهكذا المسلمون إذا تمسكوا بدينهم وإذا عملوا بشريعة ربهم. وأحب أن أرسل رسالة يعني عبر قناة الحافظ يعني إلى جميع طوائف الشعب المسلمين والنصارى، الإخوان والسلفيين، شباب الثورة وأهل العلم. نقول نحن في مرحلة نحتاج يعني فيها جميعا إلى تكافل الجهود وإلى نبذ الخلافات، وإلى أن نكون يعني قلبا واحدا ويدا واحدة، من أجل أن تحسم مادة الفتنة، ومن أجل أن تحقن الدماء، ومن أجل أن تطمئن البلد ويحدث فيها الاستقرار.
فلا شك أن هذه مصلحة يعني ينبغي على الجميع أن تكون نصب عينيه، حتى لو كان في بعض الخلافات أو بعض المظالم، فينبغي علينا الآن، وقد من الله عز وجل على الأمة بالتخلص يعني من الطاغية والتخلص من رؤوس الفساد، فينبغي علينا يعني أن نسعى جميعا من أجل تهدئة الأوضاع وتهدئة النفوس. والذي يستطيع أن يقول كلمة يعني طيبة ينبغي عليه أن يقولها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي. ففي مثل هذه الفتن والاضطرابات التي تحدث يعني بين أطياف الأمة، ينبغي على الجميع أن يحرص على تجنب الفتن ووقف نزيف الدماء. فهذه رسالة يعني عبر قناة الحافظ، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها، لجميع الطوائف، مسلمين ونصارى، سلفيين وإخوان، شباب الثورة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يبارك في جهود الساعين من أجل أن تعود الأمة يعني مرة ثانية إلى الاستقرار وإلى المجد وإلى العزة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزاكم الله خيرا شيخنا الغالي، وأسأل لك أنا ولك ولجميع المسلمين التوفيق والسداد. هناك كثير من المعاني التي ينبغي أن نغيرها، نسير في طريق التغيير بفضل الله تبارك وتعالى، في عموم قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نستكمل معاني في غاية الأهمية. فإن من جملة المعاني المهمة التي ينبغي أن نتعلمها الحرية التي يبحث عنها الجميع والتي يريدها الجميع، أن يكون حرا. أنت في الحقيقة ينبغي أن تنضبط في هذا المعنى بالشرع الذي أمر الله تبارك وتعالى به. الحرية لنا معها وقفت، أنت حر وحريتك تقف عند شرع الله، عند أوامر الله، تقف حريتك تقف عندما أمر الله تبارك وتعالى به، حريتك تقف عندما نهى الله تبارك وتعالى عنه. أنت عبد لله عز وجل، أنت لست حرا مع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدنا من العدم وامتن علينا بصنوف النعم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله. نحن عبيد لله وهذا شرف لنا، نحن عبيد لله وهذا من أعظم ما يحصله العبد في حياته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه الله بالعبودية في أعظم المقامات، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية شرف عظيم لك أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، وأن تؤدي هذا الأمر في حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فهذا شرف كبير، لذلك لا ينبغي أن نقول نحن أحرار مع الله، لأن هذه في الحقيقة شرك في ربوبية الله عز وجل رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن الذي يقول أنا حر ولا لا أنظر لأمر ويتغرد على الله تبارك وتعالى، ولا يريد أوامر من الله عز وجل ولا نواهي من الله تبارك وتعالى، هذا في أمر خطير. ألا ينتبه من يقول هذا الكلام ويدعي هذه الدعوة أن حريته تقف فقط عند حرية الآخرين، وأنه لا علاقة له بأوامر الله سبحانه وتعالى وبشرعه؟ ألا ينتبه ولا يلتفت إلى أنه يخرج إلى الدنيا في يوم قدره الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ ألا يلتفت أنه يخرج من الدنيا في يوم قدره الله عز وجل، وأنه بين هذا اليوم وبين ذاك اليوم يتقلب في أقدار الله عز وجل؟ أي حرية مع الله؟ أنت عبد لله. ولذلك ينبغي أن نفلتر هذا المعنى كما يقولون، معنى الحرية، ونقول أن يقول الإنسان، أن يتكلم الإنسان بكلمة الحق، أن يعبر عن الحق والصدق، ويتكلم بشفافية، وأن يقول للناس. لكن لا ينبغي أبدا
أن تكون أن توصله الحرية إلى سب الله تبارك وتعالى أو التعدي على ذات الإلهية. لا ينبغي أبدا أن توصله الحرية إلى يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مقامه الشريف. لا ينبغي أبدا أن توصله الحرية إلى يتعدى على مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وغيرهم من أنبياء الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن توصله الحرية أن يتمرد على الله تبارك وتعالى وعلى شرع الله عز وجل وأن يطعن في أوامر الله سبحانه وتعالى، بل يقف محترما عبدا لله عز وجل ويؤدي ما أمر الله تبارك وتعالى به. هذه الحرية التي نريد، وهذه الحرية التي نبتغيها، أن نكون حارا فنعبر عن آرائنا صحيح، وأن نستقبل آراء الآخرين وأن نقبلها بصورة معينة. هناك من الخلاف ما يسوغ أن نقبله وأن يكون بيننا وبين المخالف من الأخذ والرد ومن النظر. ده أنت لا تجد حرية مثل ما تراها في الفقه الإسلامي ونظر العلماء في المسائل الشرعية واختلافهم في المسائل الشرعية، وهذا لا يفسد للود قضية. وما زالوا يختلفون منذ عصر النبي، منذ عصر صحابة النبي رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ومع ذلك الحب سائد والأخوة سائدة والرحمة سائدة. ولكن متى يكون الخلاف غير مقبول أو لا تقبله أنت ولا تقبل من يقوله؟ إذا كان مضادا لآيات الله تبارك وتعالى، مخالفا لما جاء في كتاب الله عز وجل، مصادما لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندئذ أنت لا تقبل هذا الخلاف وتصد هذا الخلاف. وليس هذا في الحقيقة لأجل أنك لا تريد للناس حرية، وإنما من أجل ما هو أعظم من ذلك، وهو أن تريد أن تحقق معنى العبودية لله تبارك وتعالى. فنحن نريد أن نفهم المعاني التي يسود تأتينا من هنا أو تأتينا من هناك وفقا لكتاب الله تبارك وتعالى. لقد شرفنا الله عز وجل ورفع مكانتنا الله سبحانه وتعالى بأن أنزل إلينا القرآن وبعث فينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نحن نحمل هذه المعاني للدنيا بأسرها، ونقول نقبل ما كان موافقا لها ونرد ما كان مخالفا لها. من جملة المعاني أيضا التي ينبغي أن ننتبه إليها وأن نسعى في تحقيقها وأن نكون حريصين كل الحرص على أن تتحقق في مجتمعاتنا لتمام التغيير الذي أمر الله تبارك وتعالى به، هو أن نحقق العدل، أو نحقق العدل بمعنى إزالة الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا أعظم صور التغيير، أن الشرك بالله عز وجل. انظر لقول الله تبارك وتعالى، اسمع: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. احنا تكلمنا عن أنواع من الظلم: يظلم الناس بعضهم بعضا، يأكل بعضهم مال بعض، يعتدي بعضهم على بعض. لكن أن يظلم العبد نفسه بالشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا هو الظلم الأكبر. يقول عندما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ مين فينا يا رسول الله لا يظلم نفسه؟ فهموا العموم، أن العبد يظلم نفسه بمعصية الله، يظلم نفسه بمعصية الله. فقال لهم: إنما هو قول لقمان لابنه في قول الله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكان أعظم معاني التغيير التي نسعى إليها والتي نحض عليها والتي ينبغي أن يسعى إليها كل مسلم، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يزيل هذا الشرك، أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، أن تكون هناك صرف للعبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله عز وجل. لأن هذا في الحقيقة من أعظم الظلم، أن يعبد العبد غير الله تبارك وتعالى فهذا من أعظم الظلم، وأن يتوجه بالعبادة لمخلوق فهذا من أعظم الظلم. لا يتوجه بالعبادة إلا لله تبارك وتعالى، لا إله
إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني أنا أتوجه بعبادة ظاهرة ولا باطنة إلا لله تبارك وتعالى. وهذا من جملة هذه المعاني أيضا التي ينبغي، التي تتعلق بهذا المعنى العظيم، أن نحقق معاني الربوبية لله تبارك وتعالى وأن نحقق معاني الألوهية. تقول لي يا عم الشيخ يعني إيه تحقق معاني الألوهية وتحقق معاني الربوبية؟ أنا أشرح لك، أقول لك ده معنى جميل جدا ومهم جدا. أنت بتقول كل يوم إيه في صلاتك؟ بتقول إيه؟ بتقول الحمد لله رب العالمين، ها، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين مالك الملك سبحانه وتعالى، خالق الخلق جل في علاه، المستحق وحده للملك، المستحق وحده سبحانه وتعالى للسيادة. انتبه معايا شوي، بنقول ان احنا نحتاج ان نغير، ها، كل انواع الظلم. ده في ظلم اصغر وفي ظلم ايه اكبر. ده ايه هو من اعظم انواع الظلم؟ الظلم الاكبر. انت بتكلم على ازالة كل انواع الشرك بالله تبارك وتعالى، من السجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والتوجه لغير الله تبارك وتعالى في الظاهر او في الباطن. لا نعبد الا الله بصورة، صورة اخرى ان نشرك بالله في ربوبيته، فان نعتقد ان هناك مع الله من يصرف هذا الكون او يدبر هذا الكون، والله سبحانه وتعالى مالك الملك وهو الذي يدبر الخلق جل في علاه، لا 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 اله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. يعني هو ده اللي يعتقد ان هناك من يدبر مع الله يشرك بالله عز وجل. نعم، هذا شرك بالله، لان افراد الله سبحانه وتعالى بمعاني الربوبيه رب العالمين، يعني الذي يدبر امرهم سبحانه وتعالى، ولا مدبر مع الله تبارك وتعالى. طب ده معنى مهم جدا. طيب ومن جملة المعاني أن نفرد الله عز وجل بالسيادة. أليس الله هو السيد؟ اسمع كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما جاء الرجل قال إنما السيد الله، يعني السيادة التامة المطلقة لله تبارك وتعالى. السيد هو الله سبحانه وتعالى، السيد هو الذي يشرع لعباده، هو الذي يأمر، هو الذي ينهى، هو الذي يأمر عباده بما شاء. هذه هي السيادة المطلقة له سبحانه وتعالى. إنما السيد الله، إنما السيد الله. ولذلك لما تكلم العلماء الأفاضل في كثير من المواطن عن المحافظة على المادة الثانية، إنما على المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتكلمون من هذا المنطلق أنه لابد من الحفاظ على هذه المادة لأنها أساس يبنى عليه، لأنها من حق الله تبارك وتعالى أن لا يشاركه سبحانه وتعالى في التشريع لعباده شيء أحد. اسمع، بيقول ربنا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أنت بتعظم ربنا؟ أنا تعظم حق التعظيم؟ يبقى ينبغي أن تعتقد أن لحق أن لأحد غير الله هذا الحق، هذا حق لله وحده، هو الذي يحل وهو الذي يحرم سبحانه وتعالى. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تبارك وتعالى. لا في الدماء ولا في الأعراض ولا في الأموال إلا ما شرعه الله تبارك وتعالى. يبقى انتبهت، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ده كمان من تعظيم الله ووحدانية الله والخضوع لله أن نلزم أنفسنا في التشريع العام بما ألزمنا الله تبارك وتعالى به في كتابه وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من تعظيمنا لله تبارك وتعالى. اسمع كده الآية دي، ها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تاني ها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الخضوع التام ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ما فضل ضلالا بعيدا. إذن المعنى من المعاني الشريفة العظيمة التي ينبغي أن نفرد الله تبارك وتعالى بها، وهذا أو أهم وأعظم ما نزيل به كل المظالم بفضل الله تبارك وتعالى. لأنك عندما تنظر في الحقيقة تقول إن العدل هو الإسلام،
والإسلام هو العدل، وشريعة الله تبارك وتعالى كلها عدل، ليس فيها ظلم لأحد بفضل الله عز وجل. بل يقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يعني إيه شنآن قوم؟ يعني كراهية قوم. حتى لو بينكم وبين قوم عداوة فهذا لا يدفعكم إلى ظلمهم، بل تؤدي الحقوق إليهم. وفي أعظم من كده عدل؟ فأنا بحكي لك قصة عجيبة جدا. خصومة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجل يهودي. علي بن أبي طالب كان أمير المؤمنين في ذاك الوقت. مر في السوق فوجد درعا له كان قد سرق، وجده عند يهودي، فقال: هذه درعي. وأخذوا للقاضي، شرح القاضي وتنازع معه إلى القاضي. خد بالك، ده أمير المؤمنين بينازع مين؟ يهودي. انتبه، ها، ويتنازع عند القاضي. فعلي بن أجلس القاضي علي بن أبي طالب زي وأجلس اليهودي، فقالوا: لدعواك يا أمير المؤمنين، ها البينة على ما يدعى، هات البينة. فقال عليهم: هذه درعي، وجدتها عند هذا الرجل. فقال: بينتك يا أمير المؤمنين، أعطينا بينتك يا أمير المؤمنين. فقال: هذا ابني يشهد. فقال له: الابن لا يشهد لأبيه، هات لنا بينة على اثنين شهود. الابن لا يشهد لأبيه. فكل ده اليهودي بيراقب الكلام. فقال: ما عندي بينة. فقال يهودي: الدروع درعي. إذن فقال له: ليس لك إلا يمينه. خلاص يبقى يقسم وإيه ويأخذ الدرع. اليهودي مش متصور ومش متخيل ومش ممكن، وإيه ده، مش معقولة، إيه اللي بيحصل ده؟ أمير المؤمنين يجلس يتحاكم إلى قاضي من قضاة المسلمين، وأنا رجل يهودي، وفي الآخر يحكم بالدرع لي؟ ده أمر مش ممكن. فأسلم اليهودي في إحدى الروايات. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. هذا هو العدل. الإسلام في الحقيقة هو العدل، والعدل هو الإسلام. وذلك عندما نقول أن نحافظ على هويتنا، نحافظ على إسلامنا، نحافظ على نحافظ على شرعنا، فهذا في الحقيقة هو إقامة للعدل في المجتمع، ونشر للمبادئ الطيبة العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاه. احنا ذكرنا من جملة المعاني التي ينبغي أن نسير في الطريق. عايزين نسير في الطريق أخوانا، وعايزين نغير بجد زي ما بيقولوا، ها، عايزين نتغير لله تبارك وتعالى. نريد أن نستكمل الطريق الذي بدأه بعض شباب هذه الأمة بتوفيق الله تبارك وتعالى وإعانته، وهيأ الله جل وعلا الأسباب وقدر المقادير جل في علاه ألا تبتر هذه الثورة، وأن تستمر بفضل الله عز وجل حتى تسقط رؤوس الظلم في البلاد. نريد أن نستكمل هذا الطريق حتى يغير الله لنا تغييرا عظيما. فمن أعظم ما ينبغي أن نلحظه وأن نلتفت إليه هو أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يشكروا نعمته، وذلك بأن يستعملوا النعمة في مرضات الله. ما حدث وما قدره الله نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل منه جل في علاه، نشكره بإيه؟ نشكره بالطاعة ولا نشكره بالمعصية؟ نشكره بما يرضي الله وأم نشكره بما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أعظم من سورة المثلى لنا التي أمرنا الله بها أن نترك المظالم التي نظلم بها أنفسنا، أن نترك المعاصي والذنوب، أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. هو أنت فاكر إنك لما تعصي ربنا بتظلمه؟ يبقى انت مش فاهم حاجة. الحقيقة انت عندما تعصي الله تظلم نفسك. اسمع، يقول الله في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجل قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليمن إلا نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا
إلى الصراط المستقيم، وأن يتم علينا هذا التغيير، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يولي علينا سبحانه وتعالى خيارنا، وأن لا يولي علينا شرارنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل عملا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.